جور ميزامي النهارده جايبالكم درس على الانيمو الحيوانات لي زانيمو تعالوا مع بعض نبدا اون تورتوي السلحفاة اون تورتوي هنلاحظ مع بعض انها اخدت اون عشان هي فمينا مؤنسة. ان اليفون ان اليفون الفيل هنلاحظ مع بعض إن هي أخدت أ آه عشان هي ماسكولا مذكرة أن دوفا أن دوفا الدولفين هنلاحظ مع بعض إن هو أخد أ آه علشان هو مذكر أن إيبو أن إيبو البومة وهنلاحظ مع بعض إنها أخدت أ آه علشان هي مذكر ماسكولا ام بابيون الفراشه ام بابيون هنلاحظ مع بعض ان هي اخدت ايه عشان هي مذكر اون جيراف اون جيراف يعني الزرافه هنلاحظ مع بعض انها اخدت اون عشان هي فامينا مؤنث ان سيجرا ان تيجرا هنلاحظ مع بعض انها اخدت ايه عشان هي مذكر ماسكولا ان أطرش، ان أطرش. إن النعامه وهنلاحظ مع بعض انها اخدت اون عشان هي فيمينا مؤنث ان زبر زبر يعني الحمار الوحشي وهنلاحظ مع بعض انها اخدت ا عشان هي ماسكولين سينجولي يعني مذكر مفرد ان سنج ان سنج يعني القرد وهنلاحظ مع بعض ان هو ماسكولين وعشان كده اخد ان أه. ان بوسون يعني سمكه وهنلاحظ مع بعض ان هي اخدت ان أه. وعشان كده هي ماسكولا مفرد ماسكولان سانجولي مذكر مفرد ان وازو ان وازو يعني عصفور هنلاحظ مع بعض ان هو اخد ان عشان هو masculine يعني مذكر فرخه يعني اون بول فرخه يعني اون بول هنلاحظ مع بعض إنها أخدت إون عشان هي فامينا مؤنث. إن شوال؟ إن شوال؟ يعني حصون وهنلاحظ مع بعض إنه أخد إن آه. يعني ماسكولا مذكر. البقرة يعني إون فاش إون فاش وهنلاحظ مع بعض إنها أخدت إون. يعني فامينا ان لو ان لو لاحظوا كده ما نطقناش البي في الاخر علشان احنا غالبا في الفرنسي مش بننطق الحرف الاخير لو يعني ذئب وهو ماسكولين مذكر ان ليون الأسد اسمه إن ليون وهنلاحظ مع بعض إن هو أخد أن يعني ماسكولين مذكر حيوان الكونغول اسمه إن كانجوغو إن كانجوغو. طبعا هنلاحظ مع بعض إن هو أخد أن علشان هو ماسكولين مذكر انشا انشا يعني قط وخلوا بالكم ان هو مذكر وعشان كده أخد آه وخلوا بالكم كمان ان في هنا تي أخيرة ما تنطقتش شيا يعني كلب شيا لاحظوا كده ان هو أخد آه عشان هو ماسكولا مذكر البربرين اسمه ان بيروكي ان بيروكي لاحظوا كده ان هو اخد ا اه. ومعنى كده ان هو ماسكولا مذكر التمساح اسمه ان فرونسي ان كروكوديل ان كروكوديل خلوا بالكم هنا حطينا ا اه عشان هو ماسكولا مذكر ولحد هنا بيكون انتهى الفيديو بتاعنا لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد عندنا اه خلوا بالكم احنا عندنا اه كل الالفابيه الناس اللي حابين يتعلموا معانا الالفابيه والحروف بتاعتهم بالكلمات عائل. بتاعي ميرسي بوكو اي او